إلى أن تراجع للغبار تدريجيا وزخات أمطار في الجنوب وطقس حار في عموم المناطق والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا بدأ تلاشي الغبار في أجواء المملكة بفضل الله مع وجود فرص لزخات من الأمطار في المناطق الجنوبية، وننتقل سوية لمشاهدة درجات الحرارة المتوقعة من الأقمار الصناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، لنجد أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الوسطى خلال نهار هذا اليوم، وتعاود الارتفاع أيضا تدريجيا خلال ساعات نهار يوم الغد بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء غالبا صافية وتصل سرعة الرياح إلى 20 كم في الساعة، ودرجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية. أما في ثلاثة أيام القادمة فالأجواء المتوقعة في الرياض يوم الجمعة والسبت هنالك بقايا لبعض الغبار، درجة الحرارة من 42 إلى 43 نهارا، في الليل من 29 إلى 30 درجة مئوية. أما يوم الأحد تكون الأجواء صافية بمشيئة الله لتصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، وليلا إلى 31 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكن 37 إلى 25 أجواء صافية، في عرعر كذلك الأمر من 35 إلى 23، وفي تبوك أجواء حارة من 38 إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 44 إلى 29، في المدينة المنورة من 41 إلى 29، في جدة من 38 إلى 29 درجة مئوية. في الطائف هنالك احتمال لزخات من الأمطار 33 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في أبها هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية من 30 إلى 19، في الباحة كذلك الأمر من 27 إلى 21، وفي جزان غيوم متفرقة من 35 درجة مئوية نهارا إلى 30 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام أجواء صافية من 37 إلى 30، في الإحساء من 42 إلى 30، وفي حفر الباطن من 37 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في العاصمة الرياض من 42 إلى 29 مع وجود غبار، بريدة كذلك الأمر من 39 إلى 27، وفي حائل من 34 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.